نورتوني، مرسي. بصي انا مش قادره اشرح لك كم المشاعر اللي جوايا، كم الفرحه وكم البهجه وكم الحميميه اللي انا حسيت بيها هنا. حسيت ان انا في بيتي، حسيت ان انا وسط عيلتي، مكان جميل، مكان فيه روحانيات جميله عاليه جدا، بيحسسك ان كل حاجه بخير وان الدنيا بخير وان مفيش اي الم في الدنيا ابدا. انا كنت سعيده جدا ان انا متواجده هنا النهارده. الصراحة وأنا بشوف كل واحدة منهم بتتكلم وبتحكي عن معاناتها وعن مرضها، كأنه بيزود فيا قوة على قوتي. يعني الواحد واجه كتير في حياته بس قدام اللي هم واجهوه ولا حاجة، فبتحسي إن اللي انتي واجهتيه ده ولا حاجة، فبيديكي بتقولي يا الواحد إيه اللي كان بيعمله في الدنيا ده وبيقول إن أنا قوي وواجهت وعملت. لا، الناس دي دول هم فعلا المحاربات، مش اللي بنقول إن إحنا بن 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 بنعيشه. يعني فعلا خدتهم مثل قدامي إني هم شيء قوي جدا إن يحاربوا مرض، بس طبعا بمساعدة الكرو اللي هنا والمستشفى والكل اللي شافوه هنا من نفسية، من معاملة، من لأني لسه كنت بتكلم إن المعاملة والنفسية تفرق كتير جدا حتى في المرض. أنا قلت أنا أتمنى إن أنا أعمل أغنية البهية، طبعا من اللي أنا شفته ده وليا الشرف كمان إن أنا أكون أعمل حاجة زي كده. أنتوا اللي وحشتوني. ان شاء الله ان شاء الله قريب جدا، قريب جدا هتشوفوني، قريب جدا هتسمعوا الالبوم. خلص، ودي صدفه وحاجه جميله ان انا اقولها لك دلوقتي في وسط مكان انا فعلا كنت من المحظوظين اللي انا كنت متواجده فيه. لا، كله جداد. كل الالبوم متنوع جدا، 10 اغاني ان شاء الله، وباذن الله تستمتعوا بيه. لا لسه بنسمع كل حاجة وفي الآخر بنقرر هنصور إيه ومنصورش إيه. والله أنا مش موضوع غبت، موضوع بس عشان أنت عارفة الكورونا وال يعني كل حاجة، مفيش، الدنيا كلها واقفة. يعني ده أنا لسه أهو كان رمضان اللي فات ما غبتش كتير. لا ان شاء الله لما الاقي حاجه مناسبه ان شاء الله للامال هتلاقوني بغنيها على طول. والله لا، انا متابعه زي الجمهور، فيعني لسه طبعا ما يبانش دلوقتي، بس كل حاجه الاعمال جميله جدا، الاعمال مشوقه جدا، الاعمال يعني بجد انا يعني مبسوطه قوي، يعني ان انا متابعه اعمال بالكم الهائل وبالكم الجميل ده. بشكر شمس جدا وبشكرها على كلامها الجميل، هي فنانة جميلة ورقيقة وربنا يا رب يوفقها، وبشكر الفنان الجميل هاني شاكر على كلامه الرقيق الجميل ده، وبقول لهم ان شاء الله انا هكون متواجدة معاهم قريب بإذن الله. لا، انا مش عايزه الاستاذ حلمي بكر اللي رايه على عيني وعلى راسي يزعل، ان شاء الله هكون متواجده قريب باذن الله.